الابتدائي اللي وصله. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله مثل ما ذكرني 85 سنتي. موديله يجي دقم مفتوح للطول. شوفوا لي الشغل ما تلبى الرجل، فتشي كلش مرتب. هاي جيبي الكسره بالظهر، هذا قياساته يلبس من 46 لل 54. توفرت فيه عده الوان، هذا اللون النيلي مالتي، شوفوا لي اللون الابيض ايضا توفر فيه، اللون الاسود، هذا اللون البيج. قياساتي يلبس من 46 لل 54. هذا هنا اليوم توفرت عندنا موديلات القمصان النسائي المغربي. شوفوا لي موديله، هذا يجي دقم للنص، هذا الطول مالي 90 سنتي. شوفوا لي اللون الاسود، هذا اللون الابيض، اللون الازرق، اللون الاخضر. قياسات يلبس من 46 لل 54. هذا قياساته يلبس من 46 لل 54. طبعا القماش الكشمير التركي، وصلت فيه عده الوان، هذا اللون الجوزي مالته. لكثرة طلبات الزبائن اليوم رجع توفر عندنا موديلات القمصان النسائي الجيسيكا. شوفوا لي موديله، طبعا هذا يجي قدام مفتوح للطول، الطول مال القميص 80 سنتي. شوفوا لي الشغل مال، طبعا اليوم استعدنا وجبه جديده موديلات فساتين النسائي. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله 140 سنتي، يجي قدام مفتوح للنص. طبعا متابعينا الكرام، طبعا يبني تكمله موديلات القمصان النسائي اللي وصلت. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله مثل ما ذكرني 85 سنتي. موديله يجي دقم مفتوح للطول. طبعا يبني تكمله موديلات الكيلوتات النسائي اللي وصلت. طبعا هذا مثل ما ذكرني، هذا موديله يجي كمره لاستيك، قياساته فري سايز، يلبس من 42 لل 54. تابعينا، طبعا اذا التكمله موديلات القمصان المقلمه اللي وصلت. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله 100 سنتي، موديله يجي دقم مفتوح للطول، خمايه الكشمير. طبعا اذا وجبات جديده توفرت عندنا موديلات القمصان النسائي الكشمير، طبعا كلش طلب عليه. هذا طوله 100 سنتي، شوفوا لي القالب ماله، طبعا هذا قياساته يلبس. متابعينا الكرام، طبعا لكثرة طلبات الزبائن اليوم رجع توفر عندنا موديلات القمصان القطنية. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله 100 سنتي، موديله يجي دقم مفتوح. متابعينا الكرام، طبعا اليوم توفرت عندنا وجبات جديدة من موديلات السوتات النسائي النمري. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 80 سنتي، موديله يجي دقم مفتوح للطول. طبعا اليوم وصلت عندنا وجبات جديده من موديلات كيلوتات النسائي. شوفوا لي موديله، طبعا هذا يجي كاميرا لاستيك، هذا قياساته فري سايز، يلبس من 42. طبعا اذني قطع اخيره من موديلات القمصان النسائي ماشي الجسدي. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله 80 سنتي، هذا قياساته يلبس من 42 من الكرام. طبعا اليوم توفرت عندنا وجبات جديده من موديلات السوتات النسائي النمري. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 80 سنتي، موديله يجي قدام مفتوح للطول، كلش طلب عليه. طبعا هذا الكيلوت يجي كاميرا لاستيك، قياساته يلبس من 46 لل 54. طبعا القماش الستن التركي، توفرت فيه نقشتين، كل نقشه توفرت فيها عده الوان. هاي النقشه توفر بيها اللون العسلي، اللون الرصاصي، هذا اللون الجوزي. النقشه الثانيه ايضا توفر بيها لونين، اللون الرصاصي السيلفر، هذا اللون البيج. قياساته يلبس من 46 لل 54.
الحرام طبعا يبني عرض خاص على موديلات ستر النساء. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 70 سنتي، هذا قياساته يلبس لل 38. متابعينا الكرام طبعا يبني تكمله موديلات القمصان النساء اللي وصلت. شوفوا لي موديله، طبعا مثل ما ذكرني هذا طول 80 سنتي، الخماية الكشمير البارد. متابعينا طبعا يبني تكمله موديلات القمصان النساء اللي وصلت. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طوله 100 سنتي، موديله يجي قدام مفتوح للطول. شوفوا الشغل مالته، هذا قياس. متابعينا الكرام طبعا اليوم توفر تكمله موديلات قمصان النساء الكشمير. شوفوا لي موديله، طبعا هذا يجي قدام مفتوح للطول، هذا طوله 80 سنتي، قياساته يلبس من 46. اليوم رجعت توفر تكمله موديلات الساتين النسائي الكشمير. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 130 سنتي، هذا يجي قدام مفتوح للنص، هذا قياسه. طبعا لكثرة طلبات الزبائن اليوم رجع توفر عندنا موديلات الساتين النسائي المغربي. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 140 سنتي، طبعا القماش الجيسيكي التركي. طبعا لكثرة طلبات الزبائن اليوم رجع توفر عندنا موديلات فساتين البينسل الرجل. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 140 سنتي، هذا قياساته يلبس من 6. طبعا اليوم وصل عندنا موديلات فساتين البينسل النص رجل، طبعا كلش طلب عليه، هذا الطول ماله 140 سنتي، قياساته يلبس من 46. متابعينا الكرام طبعا لكثرة طلبات الزبائن اليوم رجع توفر عندنا موديلات فساتين البينسل الرجل. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 140 سنتي، هذا قياساته يجي فري سايز يلبس. متابعيني طبعا اليوم طفت عندنا وجبات جديده من موديلات القمصان اليوروبي، طبعا كلش طلب عليه. شوفوا لي موديله، شوفوا لي الشغل مالته بالياخي، طبعا هذا يجي دقم مفتوح للطول. متابعيني طبعا يذني تكمله موديلات القمصان اللي وصلت. شوفوا لي موديله، طبعا هذا يجي دقم مفتوح للطول، هذا طوله 110 سنتي، للشغل مالتي. طبعا لكثره طلبات الزبائن اليوم رجع توفر عندنا موديلات بناطير تشارلز. شوفوا لي موديله، طبعا هذا طول مالي 100 سنتي، القماش مالي ليقرا، فشي كلش مرتب، هذا قياساته يلبس. متابعينه شوفوا لي هذا القميش، هذا توفر ب 12 لون. شوفوا لي شغله، جيب صدر موديله، هذا شغله قياساته 42. شوفوا لي وجبة القمصان اللي وصلتنا، شوف لي هذا كله بالماندو. شوف لي الردن مالته، هذا الردن ماله كل هيك مجلل بالون باف، هذا قياساته 42. بعينه طبعا مجموعة القمصان، شوفوا لي كله بالماندو، الردن مالته باف بالون، قياسات خاصة كلش مطلوب. هذا عندكم قياساته من 50. متابعينه طبعا موديلات القمصان، شوف لي الشغل، وصلت قياسات خاصة وناعمة، هذا قياسات 42 لل 50. شوف لي طول تونك، القماش بالماندو. متابعينا الكرام طبعا يذني التكملة موديلات القمصان اللي وصلت. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 85 سنتي، قياساته يلبس من 50. متابعينا الكرام طبعا يذني تكمله الوجبات القمصان اللي وصلت، هذا الطول ماله مثل ما ذكرنا 85 سنتي، القياسات من 50 لل 60 كلش طلب عليه. شوفوا لي اليوم، شوف لي شوف الموديلات القطنيه كلها قطن، شوف الشغل ماله، خامة صيفية كلش بارد، موديلات واي وصلت عندنا، الشغل ماله. متابعينا الكرام اليوم توفت عندنا موديلات قمصان النساء. شوفوا لي موديله، طبعا هذا الطول ماله 110 سنتي، شوفوا لي الشغل، هالشي كلش مرتب، طبعا الخماية الكشمير
طبعا اليوم توفرت عندنا القمصان الجسيكات موديلات طبعا هوايه توفرت عندنا. شوف لي مفتوح هذا يصير مسطره مخفيه للدقم يا اخي. هذا الشغل بالصدر من جهه واحده طبعا موديلات. شوف لي الالوان والموديلات اللي وصلت. خل اشوفك بغير لون اوضح. هذا عندكم موديله كسرات، ثلاث كسرات من الجوان شغله قياساته 44 ل 54. هاي توفرت عندنا الفساتين الحرير المغربي جسيكات موديلات طبعا المقاسات فري 40 لحد 46 اوفر سايز. هذا غسل ولبس موديلات لاني النفانيف ثوب نسائي هذا فري سايز. هذا كله يصير الجسيكا المغربي الحرير المغربي فتشي كلش راق. طبعا القمصان الجسيكا هواية توفرت عندنا موديلات. شوف لي الموديل هذا الياخي شي سادة. شوف لي الردن الفرة مات الردن شي نزاكة ومرتب. هذا يصير طبعا هاي تكملة الموديلات الفساتين الصيفي اللي وصلت. شوفوا لي موديلة طبعا هذا يجي دقم مفتوح للطول يجي بيه حزام طبعا خيار صافي يلبس من 38 ميلي. طبعا هواية موديلات القمصان. شوف لي الشغل جيسيكات. شوف لي موديله باللبس كلش راقي كسرات وحتى بالظهر شي مرتب قياساته 40. شوفوا لي الموديلات قمصان الجيسيكات هواي موديلات وصلت الحرير هذا الخامه مالته والقياسات 44 لل 54. شوف لي الطول ماله 85 كلش حلو طوله. انا اليوم توفرت عندنا القمصان لأن القطنيات الايروبين. شوف لي الشغل ماله الخامه غسل ولبس خامه للن فتشي كلش مرتب. هذا قياسات الخاصه 50 طبعا تكمله للموديلات. شوف لي موديلات السوتات كلها موديلات صيفيه جديده. شوف لي الشغل مخرم فتشي هادي قياساته 46 لحد ال 54.